اهلا وسهلا متابعين شركه مجمع الشامل، ان شاء الله تكونوا طيبين وصباح الخير عليكم يا رب. اليوم اول مره اسوي بث في الصباح، لكن عشان تلحقوا على العروض فراح اسوي لكم البث في الصباح. تعالوا نشوف مع بعض العروض الجديده اللي وصلتنا في قسم المنظفات. بس قبل لا اوريكم حابه اقول لكم انه هذا الفرع فرع جده، شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيك. فروعنا الباقيه فرع الرياض وفرع خميس مشيت وفرع الخبر بمسمى عالم الاسعار، بس في عروض فقط في جده. الحين راح ابدا لكم من عند المبيد الحشري البخاخات. السعر 3 ريال، هو كيلتو بسعر 3.5 شامل الضريبة، وعندكم كمان ملمع الأثاث ب3.5. تعجب كمان غسيل اليدين أو صابون سائل اليدين، برضو هنا عندكم القطعة الواحدة المنتج الواحد 3.5. طيب تعال نشوف مع بعض عندكم المنظف الشامل هذا. لا يفوتكم، لا تفوتوا. تخيلين سعره 3.5 ريال بس فقط. وعندكم برضو من سيدار، برضو المنزل الشامل من سيدار، المطهر هذا برضو بسعر 3.5 ريال. وعندكم برضو المطهر او المنظف سنوفا 3.5 ريال. في اللي بالصنوبر، في اللي بالليمون، وفي بالعطور الفرنسية والورد، كلها بسعر 3.5. عندكم هنا كمان شامبو وصابون، شامبو العبايات معلش، بسعر 3.5. برضو عندكم هنا المعطرات الملابس أو الغسيل أو الأرضيات، بسعر 3.5. برضو عندكم المعطر هذا السائل مركز، برضو صار من شركة سيدان ب3.5. الجنتو زي ما انتو عارفينه الحين موجود، لحقوا عليه قبل ما تنتهي العروض، خلاص ما باقي شيء على نهاية الشهر. صار برضو 3.5. تعال نشوف مع بعض كمان عروض الباقي من قسم المنظفات. تعال معايا هنا، لا تعال نشوف مع بعض كمان الكلور. الكلور اللي اهم شيء. عندكم هنا الكلور، لا يفوتكم. متخيلين الكلور بعبوة 3.5 لتر شيء أو شيء زي كده؟ متخيلين تقريبا سعرها صار 3.5 ريال بس. جد لا يفوتكم. بس حابة أذكركم إنه لكل عميل خمسة عبوة من الكلور، صار 3.5 ريال. جد لا تفوتكم. أول ما عرفت إن العرض على طول أخذته للبيت. جد عروض ما تتفوت. طيب تعال نروح مع بعض لقسم أبريالين، بما إنه خلصنا المنظفات راح نبدأ الحين لقسم بريالين، العروض اللي بريالين. نشوف مع بعض عند أبو قسم العروض اللي بريالين. عندكم هنا صفيحة الشواء هذه تنحط على ال، انتو شايفين المنقل داك اللي تسوي فيه حق الشوي، حطوه فيه. مرة حلو الفكرة، فكرة القطعة هذه، وبسعر 2 ريال فقط. برضو عندكم هنا العبوتين او المنتجين، شايفين القطعتين هذه اللي هي من الذهبية، العلب هذه الصغيرة جاية بقواعد بسعر 2 ريال فقط.
برضو عندكم السلال هذه الجميلة مرة حلوة. التلج لأيام الصيف برضو مرة حلو، تحطوا هنا العصيرات، وإذا رحين مثلا الشاليهات وزي كذا مرة حلو فكرتها، برضو ريالين. أي فرع هنا؟ هنا فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيك، والعروض فقط في جدة، وهذا حساب جدة. طيب تعال نشوف مع بعض، عندكم هنا السكاكين هذه لها عدة أشكال بس بريالين. طيب عندكم برضو السيليكون، لا معلش مو سيليكون، البلاستيك هذه اللي هو حق التلج برضو صار بريالين. برضو هنا عندكم العبوة هذه لحفظ الشطة مثلا أو المعجون، تحفظوه بهذه العبوة مرة حلوة فكرتها، السعر ريالين فقط. في كذا شكل في اللون الأحمر عندكم هنا، حاطين الصورة عليها إنه طماطم وفلفل، مرة حلوة فكرتها، تحطوها المايونيز. عندكم برضو العبوة التانية اللي جاية بشكل أكبر، بس عبوتين بسعر ريالين فقط. عندكم الشكل الثاني اللي جاي فيه ثلاثة زي المصاصات، أو ثلاثة فتحات مرة حلوة، برضو بسعر ريالين فقط، ثلاثة علب في المغلف. كلها العروض هنا بريالين. لا تفوتكم السلة هذه، قصدي السطل هذا الحديدي المعدن، مرة حلو التلج برضو بريالين. طيب تعالوا نشوف مع بعض العروض. شوفوا معايا هنا، هذه سعرها، تخيلين انه سعرها بريالين، ووريكم مقاس على حجم يدي مرة كبيرة. طبعا في شكل تاني اللي في سعر 5 ريال 75، هلا لا، ففي ناس كتير يغلط ويروح ياخدوا في قطع زيها، ايوه ب5 ريال 75، هلا لا، بس الشكل مو نفسه، فيفرق هذه بريالين واللي هناك ب5 ريال، فانتبهوا. طيب تعال نشوف مع بعض، عندكم هنا قاعدات الكيك مرة حلو، صار سعرها بريالين. برضو في القاعدة الثانية جاي شكل مستطيل، برضو صارت بريالين. تعال نشوف مع بعض، اللي يحبوا الحلويات ويسووا الحلويات أو الإسكريمات، شوفوا معاي القطع هذه من السيليكون، قوالب الحلويات هذه أو الشوكليت برضو صارت بريالين. طيب تعال نشوف برضو الأشكال الثانية، عندكم بابلز هذا برضو صار بريالين. تخيلين هذه مرة انقهرت عليها مرة، لأنه أنا اشتريتها سابقا ب5 ريال و75، هلا الحين صارت بريالين، قاعدة مع الكوب مع الملعقة. برضو هنا عندكم الكاسات هذه جاية كذا مغلفة، صارت برضو بريالين، كانت ب5 ريال و75، هلا لا. برضو عندكم الأكواب هذه مرة حلوة، لا تفوتوها، أكواب القهوة التركي القطعة بريالين، ممكن تاخذوا لكم كمان 12 طقم مثلا، كطقم يعني للبيت، برضو تكون لكم بسعر أقل، تقريبا ما يقارب 24 ريال، بس القطعة أصلا بريالين، بس لو حابين إنكم تاخذوا طقم يعني. برضو عندكم هذه القطعة الحلوة، علب البهارات أو تقريبا الزيت، برضو صارت بريالين. نجي هنا القطع الحلوة الذهبيات، عندكم هنا الفضي برضو صارت بريالين، القطعة هذه للتقديمات، وفي اللون الذهبي برضو صارت بريالين. لا تفوتوا العرض، لأنه خلاص ما بقى على نهاية الشهر إلا كم يوم وينتهي، وبعدها نبدأ سنة جديدة بإذن الله.
والعروض حتخلص طبعا. طيب عندكم هنا القطعة هذه القزاز اللي جاية بأطراف ذهبي مرة حلوة، برضو للتقديمات سعر ريالين. برضو عندكم التحفة الجميلة هذه، هي مبخرة بنفس الوقت كمان تحفة، فكرتها مرة حلوة، برضو صارت بريالين. ممكن تقدر كمان تسووها كتوزيعات أو تهدوها، يعني هدايا كتوزيعات مرة حلوة فكرتها، أو تحطوها مباخر للبيت كمان. وشمع عدان تقدر تشيله هذا القطعة دي تحط الشمع هنا. عندكم برضو الشمعدانات هذه برضو صارت بريالين في الشكل هذا، برضو مرة حلو صار بريالين كمان. عندكم القطع هذه مرة حلوة كمان الذهبية، صارت برضو بريالين. برضو عندكم التحفة الجميلة هذه صارت بريالين. واللي بيسألوا عن السيراميك، ما السيراميك الصحن السيراميك موجودة، إذا حابين تاخدوه حياكم الله قبل لا تفوتوا العروض. بس بعدها بروحكم عن حاجة لما أوصل لها. طيب عندكم المباخر نزلت منها أشكال مرة حلوة، تخيلين هذه سعرها بريالين، هذه جاية شكل كذا أنا أشوف شكل مخدات صراحة للأمانة، سعرها بريالين. قسم الأطفال إن شاء الله تكون موجودة، الألعاب اللي صارت بريالين بمر عليها بإذن الله إذا موجودة. شوفوا معايا هنا المباخر برضو هذه بريالين، متخيلين؟ عندكم المباخر دي الثانية الحلوة دي صارت كمان بريالين. شوفوا الأشكال معايا هنا فكرتها مرة حلوة. عندكم برضو نزلت السلل هذه أو اللبادات صارت كمان بريالين، مرة حلوة تحطوها للشاي مثلا أو بريق الشاي تحطوه تحت عشان الحرارة، وكديكور شكلها روعة برضو صارت بريالين. عندكم هنا السلل هذه الجميلة صارت كمان بريالين. عندكم هنا القطعة هذه مرة حلوة صارت بريالين. طيب بوريكم منتج فكرته جميلة صراحة، اللي هو حقة الصابون. شوفوا معايا اهو موجود، تحط القطعة هذه طبعا تحط الصابون من فوق وبعدها ينزل بس. القطعة مرة حلوة فكرتها بريالين كمان. اللي سألوا عن قسم الأطفال عندكم هنا الألعاب صارت بريالين للأطفال. عندكم ذي السيارات الصغيرة صارت بريالين، لو حابين تفرحوا أطفال أو مجموعة أطفال أو اللي عندهم حضانة أو مدارس تقدر تأخذ كميات كبيرة جد جد مرة حلوة بريالين. طبعا القطعة في عندكم كذا شكل، في هنا هذه الدراجات، عندكم السيارات لو وريتكم إياها برضو صارت بريالين. طيب تعالوا نشوف مع بعض القطع الثانية. عندكم هنا اللواصق الجدارية برضو صارت بريالين، هذه كل لواصق جدارية صارت بريالين. طيب جينا لموضوعنا الأساسي اللي هو السيراميك، صحن السيراميك. طبعا نزلت هنا عندكم اللون الوردي بزبديات، بس حابة أنوه عنها عن حاجة إنه إذا حابين تاخذوا بالقطعة الواحدة اتغيرت أسعارها، كانت أول بريالين وثلاثة ريال، الحين لا بخمسة ريال وخمسة وسبعين هللة. فالطقم أوفر لكم، لما تاخذوا 16 قطعة حتصير عليكم 36 ريال، بس لو بتاخذوا قطعة واحدة حتنحسب لكم بخمسة ريال وخمسة وسبعين هللة. الملابس بإذن الله راح أمر عليها، بس خلوني أخلص من قسم العروض. طيب تعالوا نشوف مع بعض القطعة هذه مرة حلوة فكرتها تجنن، اللي هي قطاعة الكيوي مرة حلوة الفكرة. طب عندكم هنا
القطعة هذه حلوة للفواكه، لتقطيع الفواكه، برضو صارت بريالين. برضو هذه القطعة أمس كنت أدور لك إيش في إيش تستخدم في إيش، طلعتها وأخيرا طلعت تقطع الكيك، مرة حلو الفكرة. شوفوا هذا زي كذا، قطع الكيك بهذا الشكل، بدل يعني ما تكون كل واحدة قطعة تانية، لا تقطعوها بحجم واحد، وبسعرها ريالين. برضو عندكم هذه القطعة مرة حلوة للإيس كريم، شوفوها برضو سعرها بريالين، 4 قطع. طيب تعالوا نشوف مع بعض القطعة الثانية، أو القطعة الثانية اللي ب5 ريال. خلصنا العروض الآن، طبعا صحن السيراميك موجودة اللي بريالين، اللي بالحبة، أما اللي بالقطعة كاملة لا ما هي موجودة. فهمتوا علي؟ يعني قصدي القطع الصغيرة اللي تجي مو طقم أبدا، سعرها ريالين، لكن الطقم اللي يجي كامل وتبغوا منه حبة، هنا سعره صار ب5.75 ريال. طيب تعالوا نشوف مع بعض قسم الأكواب اللي ب5.75 ريال. هللا، جت أكواب مرة حلوة، فمستحيل ما أمر منها، لأن أمس شفتها بالصدفة قاعدة تترتب، فقلت لازم أوريكم إياها، حق ميكي ماوس. جد مرة حلوة الأكواب، تجنن. برضو سبايدر مان هنا عندكم، هنا عندكم ميكي ماوس، جاية بأشكال مرة كثيرة. هنا برضو عندكم أشكال تانية، سعر 5.75 ريال. هللا، برضو عندكم قسم السيراميك، قبل ما أمر وعشان أعلمكم عليه، ثواني بس عشان تعرفوا إيش أقصد، خايفة تلخبطوا. القطع هذه بريالين متوفرة وعاوز تاخدوها بريالين، لكن السيراميك اللي هناك شايفينه، إذا بتاخدوا منه القطعة الواحدة حتصير لكم عليكم 5.75 ريال. هللا، فالأفضل أنكم تاخدوه طقم كامل، هذه الفكرة اللي أبغى أوصلها لكم. طيب تعال نروح قسم الملابس، راح أمشي عليه بسرعة، راح أمرر لكم على الأشياء الأهم إن شاء الله. بكرة بإذن الله نبدأ بأشياء تانية. هنا عندكم قسم الملابس اللي ب5.75 ريال. هللا، عندكم هي التيشيرتات كلها ب5.75 ريال. هللا، مركزنا أو المجمع موجود في جدة، شارع 60 شمال دوار الفلك، مقابل البيك. فروعنا الباقية فرع الرياض، وفرع خميس مشيت، وفرع الخبر مسمى عالم الأسعار. طيب تعال نشوف مع بعض التيشيرتات والبلايز اللي في قسم 5.75 ريال. هللا، عندكم هنا هذه القطع من التيشيرتات صارت ب5.75 ريال. هللا، وفي تيشيرتات تانية في قسم الراقي، بس طبعا أعلى من كذا. ملابس الأطفال إيه حمر عليه، لكن في قسم الراقي، في قسم الراقي طبعا سعرها أعلى من 5.75 ريال. هللا، تعالوا نشوف مع بعض عندكم البلايز هنا، برضو هذه صوفية تقريبا أو شتوية ب5.75 ريال. هلا، عندكم اللون الأخضر والأحمر، وعندكم هنا البني والأزرق. برضو عندكم القطعة دي مرة حلوة، 5.75 ريال. هلا، طيب بما إنكم تبغوا حمرر لكم بس بسرعة، بس حاب أوريكم لأنه الوقت خلاص حينتهي للبث،
فراح اقول لكم انه في هنا قمصان مره حلو القسم الراقي جايبينها، فلا تفوتوها. سعرها 25 ريال. هذه قمصان جديدة جاية. طيب بروح اقسم الاطفال للطلب، ملابس اطفال راح امر عليها، بس احاول قد ما اقدر انه اسعار مختلفة من 25 و20 و19 و18. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنا القسم الاطفال اللي جاي من الاطفال البناتية. العروض موجودة في الرياض لا فقط جدة، عندكم البجايم هذه مرة حلوة سعرها 25 ريال للبنات، مرة تجنن، حتى قماشها جدا جميل ويدفي كمان. عندكم هنا برضو بجايم البنوسات، أنا حمر بسرعة قد ما أقدر عشان أحاول أوريكم القطع. هنا 17 ريال القطعة دي. قسم الأطفال تعال نشوف مع بعض كمان، برضو هنا البجايم، عندكم هنا البناطيل بسعر نشوف مع بعض 23 ريال. عندكم برضو هذه القطعة الحلوة اللي هو حق البرد، مرة تجنن. شوفوا معايا سعرها 25 ريال، مرة حلوة تلبس على البيجامة اللي كانت خفيفة. أنا حمر لقسم الأطفال سمعة ميلة بس وبسرعة قفل البث، معليش أعتذر والله لأنه حيكون البث مرة طويل وحيكون محفوظ، فالكل لما يتابع حيشوفه مرة طويل. يعني عندكم هنا القسم الولادي بجانب الولادية. طيب بس حابة قبل ما انهي البث بوريكم سجاجيد الصلاة اللي وصلتنا واللي دايما تسألوا عنها اللي ب 12 ريال في القسم الراقي. تعال نشوف مع بعض، مرة حلوة لا تفوتوها. هذه اللي هو سجلة الصلاة برضو صارت هنا عندنا ب 12 ريال، مرة حلوة ما تتفوت. شوفوا هنا قطعة القماش هذه من السجاجيد مرة حلوة، في كذا شكل وبسعر 12 ريال. برضو عندكم هنا قولي معايا هالقطعة هذه حقت السجاجيد مرة حلوة اللي هو البحر اللي فيه الأكبر اللي ب75 و65 و55، أتوقع إن أسعارها كده تقريبا، مرة حلوة جت منها كميات حلوة وجميلة. وبكذا نخلص البث إن شاء الله بإذن الله. أحب أذكركم إنه الفرع اللي أنا قاعدة أغطي منه فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيك، فروعنا الباقي فرع الرياض، فرع 5 مشات وفرع الخبر، مسمى عالم الأسعار، وقد دوام من 8 صباحا إلى 1 الليل ما عدا الجمعة من 2 الظهر إلى 1 الليل. ولا تفوتوا العروض في فرع جدة فقط. إن شاء الله بإذن الله حتنتهي في نهاية الشهر.